حق مجبوس اللحم ابي بصل مقصص لاربع، حطه بجذر مع مسمار وهيل وعودين دارسين وورق غار مع لحم غنم. انا ما اخذت شتف، ممكن يكون مقطع ممكن يكون كامل. اوديهم هني احطهم على النار واصب فوقهم ماي، افوحهم ساعة الى ساعتين لما يستوي اللحم. نار كبيرة احسن بعد. خلال هالفترة انقع العيش. انا مستخدم عيش عزايم، ابي اربع اقلاصات. هذا عيش بسمتي هندي حبته طويلة، اغسله ونقعه خليه قاعد لما يستوي اللحم اشيله. صفي المرق من كل هالاشياء واصفيه هنا. في نفس الجدر احط بصل مقصص لمكعبات شوي كبيرة. لما يصير ذهبي كذي اصب شوية ماي عشان يشيل اللون البني اللي بقاعه. اصب زيت وبعدين احط الكشمش المنقع بماي حار وفوق النخي بعد هم منقع، وفوقهم هيل ودارسين وكزبرة وكمون وملح وفلفل اسود. قلبهم وشيل ثلاث ارباعهم، ازيد الزيت واحط ثوم. حطيت شوية مرقة لحم لان القاعة محترقة شوي، فالماي راح يشيل الحرق. نزل العيش اللي نقعته، حطيت ملح زيادة بالمرق واصبه فوق العيش. من يبدي يغلي اقصر النار واغطيه. حول على النار صغيرة. في صحن راح احط زعفران، فوقه ماي ورد، نص قفشة دارسين، نص قفشة هيل، قلبهم مع بعض وادهن فيهم اللحم واحطه بالزيت الحار. اقلبهم بس ياخذون لون واشيلهم. نرجع حق العيش، احط الحشو فوقه، الصوب الثاني اللحم. صب الزايد من الزعفران والدارسين فوقهم واغطيه. هذه الحديده اللي توزع الحراره عدل. بعدين نرجع حق الدبوس، انا بحط من زيت قلي اللحم شوي، ممكن تحطون زيت عادي، وحمس عليه ثوم كالعاده بس تطلع ريحته، وحط معجون طماط وفوقه اما طماطم مقصص او مضروب بالخلاط، فلفل اسود، ملح، فلفل حار. خليه يطبخ ربع ساعه ويكون جاهز الدبوس. واللحم والعيش المفروض انهم جاهزين وبس. العيش كذي جاهز، دني الحشو على كتر او اشيله، واللحم بعد. العيش خفيف اكثر من الانواع الثانيه وحبتها طويله ونثريه. ارجع اللحم والحشو دار مدارهم. العيش بروحه لذيذ، احب المجبوس. انجب للحين، حط لي عيش وحشو دقوس طماط. العيش بروحه وايد حلو، الدقوس بعد فيه شوي فلفل. والكشمش اللي بالحشو مسوي شغله، احب يصير فيه سويت بنص الاكل مو كله ملح. وتقدرون تطلبون عيش عزايم اما من موقعهم او من دروبس او توصيل او تونز وبعض الجمعيات تحصلون فيها. أحب المجبوس.